مع اقتراب 10 كل صباح ينطلق يومنا الإخباري. نتصفح أخبار الصحف، نرصد أخبار البلديات، ونطرح عديد الملفات المجتمعية. في العاصمة نلامس معاناة المواطن مع الخدمات، نقف على أسباب تذبذبها والحلول الممكنة. نقلب في 7 صفحات قضايا قل أن تطرح في الإعلام، ونروي الحكاية على ألسنة أصحابها. نجيب عن أسئلة الصحافة الخمس لأهم أحداث اليوم الإخباري في الأسئلة الخمسة. وخلال 25 دقيقة نعرض أخبار بنغازي ونحكي جزءا من تاريخ برقة. نرصد أبرز ما تنشره مختلف منصات التواصل الاجتماعي من خلال نبأكم. نبأ اليوم نقدم حصادا إخباريا لأبرز وأحدث الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية إضافة للطقس. تشاهدون كل ذلك على شاشة النبأ صورة، وتسمعونه عبر أثير ترددها، وتتصفحونه على الموقع النبأ.tv.